صباح الخير يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم بموضوع اليوم. موضوع اليوم مقتطفات من رواية الكافرة لعلي بدر. ما راح أقرأ عليكم طبعا اقتباسات طويلة من الرواية، ولا راح نحللها بشكل تفصيلي. أول شيء حتى ما يكون الفيديو طويل وبعض اللي بيحضروا يملوا، ثاني شيء حتى أنتوا تتشجعوا وتقرأوا الرواية. أنا راح أقرأ أجزاء، يعني راح أقرأ لكم بعض النقاط اللي كتبتها من الرواية. وفعلاً هي رواية لطيفة جداً وممتعة، رح تستمتعوا كثير وانتوا تقرأوها. لذلك بدي اياكم انتوا تقرأوها وتحللوها من وجهة نظركم، لأنه لازم تكونوا عارفين ومتأكدين أنه كل شخص منا بحلل الرواية حسب هو كيف قرأها، وحسب أحياناً حتى ظروفه النفسية تلعب دور بتحليل الرواية. هو عم يقرأ ممكن وهو مبسوط بحللها بطريقة، وهو زعلان بحللها بطريقة ممكن، لكن أكيد في ثوابت وفي مدارس نقدية ممكن تتحلل عليها الروايات بشكل طبعا أدق وبشكل علمي أكتر يعني. لكن تقدر تحكوا إنه تحليلي أنا هو تحليل تذوق وبنفس الوقت خبرة شوي باللغة العربية يعني. لقد أعاد حضورك في حياتي كل تلك اللحظات السعيدة التي عشتها. طبعا هذا الاقتباس رائع جدا ومن أجمل الاقتباسات ممكن أي إنسان يقرأها، لأنه ببساطة بيعبر عن شريحة كبيرة منا وشريحة كبيرة من الأشخاص الموجودين حوالينا، لأنه فعلا في أشخاص وجودهم بحياتنا بيجلب بحد ذاته السعادة، وحضورهم بحياتنا بيعزز السعادة بقلوبنا أكيد. أما السعادة فقبل لقاء إياك كانت نادرة، مثل بضع شجرات وحبيبات في سهل جردته رياح الشتاء العاتية. لم أكن أشعر بشيء يخصني، لا بعاطفتي ولا بكياني، فوجودي كامرأة قد تحقق معك، وأشعر بهذه الأنانية الفظيعة، ذلك أن الخوف الذي يتعبني هو أن وجودي ذاته سيتهدد مرة أخرى بغيابك. هي طبعا الرواية إنسانة عم بتخاطب حبيبها اللي موجود في المستشفى، تمام؟ لذلك هي عم تقول له إنه وجودي كامرأة تحقق بوجودك بحياتي، لما تروح أنت من حياتي أكيد وجودي رح يتأثر. طبعا في أشخاص شدة ارتباطنا فيهم بتكون ربطة كياننا بكيانهم، يعني وجودنا بوجودهم، سعادتنا بسعادتهم، هذا من شدة ارتباطنا وتعلقنا بالأشخاص. طبعا التعلق الشديد ممكن يأثر علينا سلبا، لكن كمان ممكن يكون دافع إيجابي كبير لأنه بحياتنا. تحكي رواية عن فتاة اسمها صوفي، يدخل حبيبها الذي انتظرته طويلا إلى المستشفى بعد تعرضه إلى حادث، فتبدأ بتقص عليه ماضيها تمام وطفولتها القاسية، وكيف تغيرت حياتها بعدما أحبته، كيف منحها الأمان وأشعرها بقيمتها كإنسانة. طبعا هاي مقدمة جذابة جدا لأي حدا أنه يقرأ رواية، لكن كيف النهاية الله أعلم. هي لقاء، هي فراق، ما راح أقولكم أنا، حاولوا أنتوا تقرأوا الرواية. لعل أدريان طبعا هو حبيبها لصوفي، جاء بمثابة المخلص لصوفي التي غادرت بلادها بسبب الظروف الصعبة التي كانت تعيشها فيها وسيطرت المسلحين عليها، ولعل هذا هو سبب التشاؤم الذي يغلف شخصية صوفيا أيضا، كما أن والدها التحق بصفوف هؤلاء المسلحين فيما بعد، ثم اصطحب عائلته للعيش معهم في ظروف بالغة القسوة والعنف. طبعا الرواية فيها صور عنيفة جدا، يعني فيها صور ممكن تكون قاسية على بعض القراء، لكن لازم نقرأ لأنه هاي الروايات هي بتعكس واقعنا، حتى لو كانت مغلفة بغلاف رومانسي وعاطفي، لكن هي بتعكس واقع بشكل كبير. طبعا علي بدر من أفضل الكتاب ورواياته دائما ممتعة. هاي أول رواية أنا بقرأ ليها، لكن تباعا إن شاء الله رح أقرأ له كمان روايات، وبنصحكم أكيد تقرأوا له روايات لأنه جدا ممتعة روايات علي بدر. قد يكون علي بدر متأثرا بأفكار نوال السعداوي تمام عن ماهية الروح، ويتضح ذلك في حوار صوفي مع أمها
في الصفحة 45 اقرأوا انتو الحوار، او عفوا 48 اقرأوا انتو الحوار وشوفوا الوضع. سيطرة الذكورية يقابلها دائما خنوع انثوي. طبعا هاي الصورة كنا بنعرفها، وكيف حاولت نوال السعلاوي برواياتها تجسدها. طبعا انا هون في اليوتيوب ما حللت لكم روايات لنوال السعلاوي، لكن انا تخصصي في الادب في الماجستير تحديدا كان عن نوال السعلاوي. اذا صار فرصة ان شاء الله بصور لكم فيديو بيحكي عن رواية من روايات نوال السعلاوي. ونوال السعلاوي كتير كاتبة بتنادي بأفكار في منتهى الحرية إلها علاقة بالأنوثة والذكورة، أو يمكن هذا نتيجة الضغط اللي هي تعرضت له بحياتها والتمييز بينها وبين شقيقة. إلها تفاصيل كتير هاي القصة، لكن هو هون متأثر فيها بشكل يعني واضح. إذا السيطرة الذكورية أنه يقابلها دائما خنوع أنثوي، لأن النموذج الذكوري في حياة صوفي والمتمثل بالأب كان سلبيا ومخيفا، لذلك تعلقت بأدريان الشاب مرهف المشاعر. طبعا إنسان دائما يتعلق بالإشي اللي ناقصه، دائما خذوها قاعدة، دائما الإنسان لما يتعلق بشيء معناته هذا الشيء ناقصه وعوضه بهذا التعلق. طبعا زي ما قلت لكم التعلق ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي. التعلق الايجابي رائع جدا، التعلق اللي بخلينا نرتفع لفوق نتقدم بحياتنا هو التعلق المطلوب. السعادة لا تستمر طويلا، انها مثل الشمس لابد ان تختفي ويحل الظلام محلها. طبعا هذا اقتباس تشاؤمي شوي بس واقعي لحد كتير. تمام. هلا مبدئيا انا قلت لكم راح لكم النهايه انه يعني بيفترقوا او بيضلوا مع بعض، لكن الواقع انهم افترقوا. رح تعرفوا اكثر التفاصيل لما تقراوا الروايه، وزي ما قلت لكم دائما اقراوا الروايات اللي بنصحكم فيها لانها غالبا رح تعجبكم باذن الله. ضلوا دائما بألف خير ونهاركم سعيد.